هذا حديث حديث الله، يعني كلام الله. الله سبحانه وتعالى يخاطب بني آدم، يخاطب البشر إلي وإلك، يقول يا بني آدم، يا ابن آدم، لولا شيوخ ركع، شيوخ ركع، وأطفال رضع، وشبان خشع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا. عرفتوا معنى الحديث هذا؟ يعني بواسطة هذول الطوائف الأربعة الله يرحمنا، الشيوخ الخشع، الشيوخ الركع، والشبان الخشع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع، الله يرحمنا إحنا المذنبين، إحنا الخاطئين، ليعذبنا بذنوبنا، وإلا ذنوبنا كثيرة، ذنوبنا الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الله إذا راد يأخذنا على ذنوبنا ما يبقي ولا متنفس على الأرض، يحرقنا كل إحنا، مثل ما صنع بقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط.